نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكلة عدم القدرة على على تسجيل الدخول على تطبيقكم سياش نقوم بالضغط على ضبط الاعدادات سوف نضغط على تطبيقات ومن ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل البحث عن سياش خاص بكم نضغط عليه بعدها سوف نقوم بالضغط على ايقاف الاجباري سوف نضغط على الموافقه من ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل وضغط على مكان التخزين تا سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم سوف يظهر لنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة